معي من الحدود السورية التركية سيد جلال حمد، مدير مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جلال. مخاوف عديدة طبعا من أمر خطير قد يقوم به داعش يضاف إلى انتهاكاته السابقة، إلى أي درجة نتحدث عن قرب تنفيذ هذه المخاوف للأسف من قبل داعش؟ نعم، مساء الخير. الحقيقة يجب التنبيه بشكل مستمر عن الكارثة التي يمكن أن تحدث في حال حدوث أي خلل لسد الفرات. الكارثة طبعا تتلخص بأن القرى والمدن القريبة من هذا السد أو قريبة من هذا النهر سوف تغرق بالكامل. طبعا التحذيرات الأخيرة التي بدأت منذ عدة أسابيع كانت محقة، كون أن الطائرات يرجح أنها للتحالف الدولي قامت بعدد كبير جدا من الغارات، استهدفت مواقع لتنظيم داعش واقعة على مدخل الطرق المؤدية إلى سد الطبقة، سد الفرات، وهذا يعني أثار مخاوف كثيرة من أن هذه الغارات قد تؤدي إلى حدوث تصدعات في جسم السد. هذا أجبر داعش على فتح عدد من العنفات، ما أدى إلى ازدياد منسوب المياه. هذا الازدياد أدى إلى غرق عدد من الأراضي الزراعية القريبة جدا من مجرى النهر. حتى الآن لا يوجد انهيارات كبيرة أو تصدعات كبيرة داخل جسم السد، ولكن لابد من الحفر. طيب نعم. سنتحدث عن كيفية التصرف الواجبة تجاه هذا الحذر على الأقل كإجراءات احترازية، ولكن نتحدث اليوم عن تهديد لمئات القرى فيما لو قام بداعش بما يهدد به، والمزارع طبعا تهديد بالغرق. هل ممكن أن نشرح أكثر عن أي قرى ومزارع نتحدث هنا هي المتضررة أكثر؟ نتحدث طبعا عن دير الزور، نتحدث عن الرقة. بكل تأكيد نتحدث عن دير الزور ونتحدث عن الرقة، عن محافظتي دير الزور والرقة، وخصوصا مئات القرى القريبة جدا من مجرى نهر الفرات. حتى الآن نحن نستبعد الحقيقة قيام تنظيم داعش بمثل هذا التصرف. طبعا كل شيء يتوقع من قبل تنظيم داعش فهو يذهب إلى الانتحار من أجل الدفاع عن نفسه، ولكن تفجير السد يعني أن تغرق محافظتي دير الزور والرقة بما فيها مقاتلي تنظيم داعش الموجودين في دير الزور والرقة. ونحن نستبعد، وذلك لأن تنظيم داعش الآن بعد الهزائم الكبيرة في ريف حلب وأيضا في العراق هو يتوجه إلى محافظتي دير الزور والرقة، وخصوصا محافظة دير الزور، ويحاول إعادة تنظيم صفوفه. لذلك لا نعتقد أنه سيقدم على هذه الحماسة، مع أنه ثمت من يرى بأنه يبعد شيء من تنظيم داعش. صحيح، واضح. نعم. وذكرت نقطة مهمة، أنه مقاتلون تابعون للتنظيم موجودون هناك، ولكن ثمت من يقول بأن من ضمن سياسة الأرض المحروقة مع كل الخسائر التي مني بها داعش في الآونة الأخيرة علي وعلى أعدائي، يعني فيما يتعلق بالحذر الذي ركزت عليه قبل قليل سيد جلال، كيف يمكن الحذر من هكذا موضوع حتى لو كان احتمال تطبيقه واحتمال حدوث هذه المخاوف قليلة؟ لا يوجد الحقيقة الكثير من الخيارات لدى المدنيين، الخيارات جدا محدودة. هو الخيار الوحيد على ما أعتقد هو الابتعاد أكثر وأكثر عن مجرى نهر الفرات في حال حدوث أي خلل في مجرى أو في جسم سد الفرات، سواء من قبل تنظيم داعش أو بسبب الضربات المتتالية القريبة من سد الفرات. الابتعاد قدر الإمكان عن مجرى النهر نهر الفرات هو الحل الأمثل، وهو الخيار الأفضل والخيار الممكن الحقيقة لدى المدنيين. لا نريد أيضا أن نرعب المدنيين الآن، ما زالت الأمور، لا نريد أن نهول الأمور، ولكن يبقى هذا الخطر قائما، وعلى المدنيين الحذر بكل تأكيد. أنا أشكرك جزيلا. من الحدود السورية التركية سيد جلال حمد، مدير مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور.